هذا البودكاست يأتيكم بدعم من مركز مبادرات مسك الخيرية. مسك، التشجيع على الإبداع. اسمي لبنى الخميس، أقدم بودكاست أباجورة، أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجاربي المختلفة في الحياة. موضوعنا في هالحلقة بعنوان حجة الخاسر. فكر للحظة، ما أول ما يتبادر إلى ذهنك حينما تسمع كلمة حظ؟ أهي حجارة النرد وهي تكشف عن الأرقام التي تمنيتها؟ أم هي عجوز الحي وهي تفوز بجائزة اليانصيب الكبرى؟ أم هو فوز فريقك المفضل في مباراة الدوري في اللحظة الأخيرة؟ أم هو أبسط من ذلك بكثير، كأن تأتيك النسخة الأسهل من اختبار لم تستعد له جيداً، أو أن تصادف نجمك المفضل بجانبك في مطعم اعتدت ارتياده، أو حتى أن تنجو من مخالفة مرورية محققة فتبتهج مستشعراً حلاوة حظك السعيد وهو يبتسم لك. أمامك كل هذه الأمثلة المتفاوتة في أبعادها وظروفها، يظل الحظ ذلك الخيط الخفي الذي يربط قصصنا دون منطق، والضيف الغامض الذي يزورنا دون دعوة، والورقة الرابحة التي تضعها الحياة في جيوبنا على حين غرة. فما هو الحظ؟ يقال أنه النجاح أو الفشل الذي تصنعه الصدفة، تلك التي لا علاقة لها بمجهود واع ومباشر وضعته لإحراز الفوز أو تحقيق الانتصار المنتظر. صدفة عابرة لم تتغذى على ذكائك أو تتسلق على أكتاف جهدك. وقد يكون هذا الاعتقاد هو الأوسع انتشاراً في عقول الناس عن مفهوم الحظ، إذ أنه اعتقاد بالغ القدم ضارب في عمق التاريخ، يشكل محاولة إنسانية بدائية لتطويع تلك القوة الخارقة التي ظن الإنسان الأول أنها مسؤولة عن جلب الأحداث السعيدة. إن محاولات القدماء لاستمالة الحظ إلى دروبهم دفعتهم إلى استخدام وساطات وقرابين عدة اشتهرت في التراث الشعبي للأمم، فتارة استعانوا بالحيوانات كالفيلة والنمور عند الهنود، والقطط والسمكة الذهبية عند الصينيين، والجعران عند المصريين القدامى، وتارة بالأشياء كالبيض عند الأفارقة وحدوة الحصان عند الإغريق، وأحياناً بالأماكن مثل عمود الأماني في اسطنبول ونافورة الأمنيات العريقة في روما والثور الذهبي في نيويورك. ولكن إن تفكرنا عميقاً في كل القصص الملهمة والمشاريع المبتكرة واللحظات الفارقة في تاريخ البشرية، سنجد أنها لم تختزل في المعنى الوحيد والمفهوم اليتيم عن الحظ. فوفقاً لكتاب Chase, Chance and Creativity للكاتب جيمس أوستن، هناك أربعة أنواع للحظ وليس نوع واحد. أولها الحظ الأعمى، ذلك الذي يحدث بصورة عشوائية مفاجئة وخارجة عن نطاق سيطرتك دون أن يكون متأثراً بمهاراتك أو سعيك، كأن تفوز بجائزة يانصيب أو تظفر بسيارة أو عرض سفر مغري أثناء تسوقك في المول. هذا النوع من الحظ متمنع ونادر الحدوث. أما النوع الثاني فهو الحظ المتحرك، ذلك الذي يلحق المستعدين الذين يثابرون ويخططون ويقدمون على التجارب والفرص المختلفة من خلال تطوير مهاراتهم وتكثيف شبكة معارفهم وتواجدهم في الفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة بمجالهم. فكما يقول المثل، يظهر المعلم حينما يستعد الطالب، أي أن الفرصة ستظهر لك حينما تكون مستعداً لها. فطالما أنك تتحرك ستعثر أو ربما تتعثر بالحظ. فهل سمعت يوماً بشخص تعثر بشيء وهو جالس في مكانه؟ النوع الثالث هو أن يتحول حظك إلى مهارة اقتناص الفرص والتعرف عليها، حتى وإن أتتك متنكرة أو في صورة مراوغة وغير واضحة،
مثل معلومة سمعتها أو شخص قابلته أو قصة قيلت لك. الشخص المحظوظ هنا لا يكتفي بالتواجد في البيئات العامرة بالفرص، بل يتمرس على اقتفاء أثرها عبر قوة الملاحظة وسرعة البديهة والتنفيذ. النوع الرابع والأخير هو أن تكون استثنائياً في مجالك، مبدعاً في تخصصك، ملماً في ميدان شغفك. هنا يتحول الحظ من ضيف عابر إلى حليف دائم. كيف؟ لنقل أنك من أوائل الذين احترفوا صناعة وإعداد القهوة في مدينتك واكتسبوا من ورائها سمعة ذهبية، فقررت مجموعة من المستثمرين افتتاح مشروع ضخم لصناعة القهوة في مدينتك. سيبحثون عنك حتماً، وسيكون اسمك على رأس القائمة. عندها سيصبح حظك متصلاً بحظوظ كل تقدم أو تطور في مجال تخصصك، وسيخرج البخت عن نطاقه المعروف كحالة ناشزة إلى أسلوب فكر وحياة. I don't get lucky. I make my own luck. إذن الحظ ليس مجرد بطاقة رابحة وتذكرة فائزة وجائزة كبرى، بل خيوط تتداخل بخفة في حياتنا مرات كثيرة دون أن نشعر، وتدفع مصائرنا في أحيان عديدة دون أن ندرك. لكن الأمر يعتمد دوماً على القصة التي نرويها على مسامع أنفسنا، على صفاء المرآة التي نرى من خلالها انعكاس حظوظنا. ولدراسة هذه الفكرة نشر عالم النفس ريتشارد وايزمان إعلاناً في الجريدة يطلب فيه من الأشخاص الذين يرون أنفسهم محظوظين بشكل استثنائي أو منحوسين بصورة غير اعتيادية المشاركة في استبيان سيجريه لتأمل مفهوم الحظ عن كثب. فتقدم لدراسته الفريدة من نوعها 400 شخص تراوحت أعمارهم ما بين 18 إلى 84 سنة، من خلفيات متعددة: رجال أعمال، معلمون، ربات بيوت، مندوبي مبيعات وغيرهم. طلب وايزمان من المتطوعين في الدراسة أن يحصوا عدد الصور في جريدة سلمها لهم ليختبر قدرتهم على قوة الملاحظة في اقتناص الفرص. بعد دقائق قليلة وجد المحظوظون إعلاناً مكتوباً داخل الجريدة، مفاده بأن عدد الصور هو 45 صورة ولا حاجة للاستمرار في العد، فيما فوت غير المحظوظين هذا الإعلان الذي يملأ نصف صفحة من الجريدة، وتابعوا العد حتى نهاية الوقت. ما يظهر جلياً اقتناص المحظوظين للفرص وتفويت المنحوسين لها. وايزمان أدمن دراسة الحظ والمحظوظين وقام بتجارب أخرى عديدة تحاول فهم عقلية الشخص المحظوظ. هل له يد فيما يجنيه من فرص؟ هل الحظ يتآمر مع فئة دون غيرها؟ أم أنه صنيعة عقل يؤمن بوجوده ويستشعر اقترابه وإن تخفى خلف أقنعته الكثيرة؟ The reality is that your thoughts create the luck in your life. فوجد أن ثمة قواسم مشتركة تجمع معشر المحظوظين على اختلاف حصصهم من الحظ وتجاربهم معه. أولها أن لديهم موقف مرن من الحياة وتقلباتها، فهم يرون في المصاعب تحديات وفي التحديات فرص وفي الفرص مكاسب. فعوضاً عن الوقوف طويلاً على أطلال الفرص الضائعة، هم يرسمون مسارات جديدة ويبحثون عن خطط بديلة. ثانياً، يميل المحظوظون إلى الاستماع إلى صوتهم الداخلي وسط ضوضاء الأصوات المحيطة التي تردد باستمرار: أنت غير مستعد، الوقت غير مناسب، كان غيرك أشطر، فيتخذون قرارات جريئة وفقاً لحدسهم. ثالثاً، لدى المحظوظين نبوءات جيدة عن أنفسهم: لا أحد يعرف قصتك أكثر منك بفصولها وتحدياتها، بلحظات انتصارها وهزائمها. أنت وحدك تعرف ما تستحق، والمحظوظين جميعاً كذلك.
لكن هل يمكن أن يتفق العالم على قائمة محددة من الأشخاص الأكثر حظاً على الإطلاق؟ أفراد صادفتهم حظوظ خارقة سرقت اهتمام مخرجي السينما ومحرري الصفحات الأولى، مثل جون جينر التي فازت باليانصيب 4 مرات خلال 17 عاماً، أو المواطن الياباني ياماغوتشي الذي نجا بإعجوبة من انفجارين نوويين مروعين، أول مرة في ناغازاكي والثانية في هيروشيما، واعترفت اليابان به لاحقاً كالشخص الوحيد الذي نجا من قنبلتين ذريتين. لو سألنا ياماغوتشي الذي توفي بعد حياة طويلة تحديداً في 93 من عمره، هل يرى نفسه محظوظاً بعد أن خسر عائلته وجيرانه وأصدقائه بل مدينته بأسرها؟ هل تعد النجاة هنا حظ أم لعنة؟ حكاية حياة تمد يدها من تحت أنقاض الموت أم قصة موت تأخر طويلاً؟ كل ما نعتقده عن حظ ياماغوتشي وآخرون كثر هو وجهة نظر ليس إلا من شهرة بالغة أو مال وفير أو أبناء كثر، فما قد تعده اليوم حظاً وفيراً قد يكون غداً خسارة باهظة. أخيراً، محاولات الإنسان في خطب ود الحظ قديمة بقدم التاريخ، تعددت وسائلها وتنوعت مشاربها، صابت مرة وخابت مرات، لأن أحداً لم يستطع حبس الحظ في زجاجة أو تلخيصه في كتاب أو نظمه في عقد. بقي أجمل ما في الحظ عشوائيته، إمكانية أن يكون صديقاً لمن يفتح الباب لاستقباله ويجهز شباكه لاقتناصه، أو عدواً لمن اتخذه حجة يفسر بها فشله أمام نجاحات الآخرين وتأخره أمام تقدم العابرين. الحظ صنيعة أفكارنا، مرآة للصورة التي نرى أنفسنا عليها، انعكاس حقيقي لاستحقاقنا وحليف لجهودنا المتفانية. فهل سمعت يوماً عن عظيم استيقظ ليغير العالم فجلس على عتبة منزله لينتظر الحظ أن يبتسم له؟ فهل أنت ممن يصنع حظوظه؟ أم أنك ممن ينتظر الحظ ليصنعه؟